ومتابعين معكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم من شرفتونا وانضمت لنا اختصاصية بالبشرة ناريمان وزان، واليوم رح نحكي عن موضوع بهمنا جميعا. رح نحكي عن موضوع أضرار الشمس خلال فصل الصيف، كيف ممكن نحافظ على بشرة فيها نضارة، وكيف ممكن نتوقع من الشمس بالأوقات الغير مناسبة لنا. إذا معك ناريمان، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ديانا، شرفتينا. ميرسي. وشو هالتايجر الحلو. ميرسي حبيبتي، هول عيونك. تسلم بقلك. ميرسي ناريمان. نحن بنعرف انه اول نظرة بنشوف الوجه، وبالتالي البشرة هي اللي بتكون مبينة اكثر شيء، ويمكن نضارة. هيدا دليل، دليل كافي اكيد. هيدا النضارة يلي بنحكي فيها دليل كافي لحتى نقول اذا الشخص عايش حياة صحية ولا لا من حيث كل شيء. مزبوط؟ صح. كيف نحن منضر بشرتنا؟ اليوم لما اللايف ستايل تبعنا، طريقة أكلنا، عدم اهتمامنا ببشرتنا، هذا كله بيأثر. الشمس، التلوث، كل شيء. الشمس، تلوث، النظام الغذائي اللي نحن، الأكل اللي بناكله، كل شيء منتبعه، كل شيء هذا بيضر بالبشرة. سو إذا مننتبه لأكلنا، الغذاء تبعنا، ومنحافظ على بشرتنا بالطريقة اللي هي الروتين اليومي، منعتني ببشرتنا، ما بيصير عنا دامج للسيلز، ولا بيصير عنا مشكلة بالبشرة تبعنا. بالعكس، دايما بحيضل عنا هيدي النضارة وهيدي الطلة الحلوة، بينعكس على بشرتنا. يعني بده يكون عنا روتين يومي بالكريمات، عنا روتين يومي بتنظيف البشرة، لتبقى هيك بشرتنا فيها صحة. ليكي ديانا، سوري، اليوم بالصيف بخف شوي الاعتناء اليومي، الروتين اليومي بالبشرة، لأنه بتعرفي بالصيف غير الشتاء. بالشتاء عنا وقت، بالصيفية لا، بصير بدنا نلبس، بدنا نظهر، بدنا نكون لازم أسرع نزيد بحياتنا. صح. أكتر. ايه، بنكون أسرع. بس هو بالعكس تماما، لازم نزيد. أقل شيء وقتا نقوم نغسل الصبح. دائما أنا بقول واقي شمسي، بس قبل الواقي شمسي هلا بدنا في سيروم. السيروم ضروري نحطه على بشرتنا، والكريم اليومي، الكريم ديجور اللي هو تبع النهار، نمده على بشرتنا، وكريم تحت العيون قبل ما نحط الواقي الشمسي. بس كيف بنحمي بشرتنا من أشعة الشمس، خاصة إنه كتار من الصبايا نحن بننزل على البحر وما بناخذ بعين الاعتبار اوقات الشمس، اي متى ممكن تكون كثير قويه، او متى بتخف. كرمال هيك انا على طول بقول الاكرون او الواقي الشمسي، سان سكرين، ضروري جدا جدا صيفا شتاء ينحط على البشره، لانه بيساعد كثير انه نحافظ على السيلز تبع البشره ما تتكسر، وما نودي ما نصير عندنا بشره ناشفه وجافه، ويصير عندنا مشاكل والاكني وكل هالاخبار، ويصير بدنا نعالج. هلا المعروف ناريمان انه بين 12 والساعة 3 يمكن الشمس بتكون مأزية أكثر شيء، مظبوط إنه على السانست الشمس نستفيد منه وما بتضرنا؟ صح، لأنه بتكون الحرارة اليوفي أقل، بس during the day بدنا نكون كمان، بدنا فيتامين دي، فيتامين دي ما فيك تقولي لنا أبدا ما تتعرضوا للشمس. كرمال هيك وقت نكون قاعدين بالشمس، فيتامين سي معروف، ضروري ناخذ فيتامين سي. هلا بالصيف انا ما بنصح نحط سيروم فيتامين سي اكيد طبعاً. لانه بنعمل تاش على الوجه، بصير عنا كلف، بنروح لمشاكل ثانيه بالبشره. كرمال هيك فينا ناخذ حبوب. اليوم بالصيف بناخذ حبوب صراحة بديل. صار في دراسة حول الدول العربية انه نحن قديه نتعرض لاشعة الشمس، عنا نقص كلنا بالفيتامين دي. فما بتخيل انه قعدتنا تحت الشمس عم تعطينا كثير من الفيتامين دي، يمكن لازم ناخذ سبلمنت مثل ما عم تحكي. فنحن عم ننقع حالنا بالشمس بس لناخذ برونزر. خلينا نقول صح، لانه في وقت محدد انت لازم تكوني موجودة فيه لتاخذ الفيتامين دي. مش وقت اللي بنكون عم نتشمس. طيب كيف اليوم بس ننزل على البحر، بدي أعرف منك روتين يومي، شو لازم نحط بالباك تبعنا لنحافظ على بشرتنا بالإشمال، إن كان الوجه أو إن كان الجسم. أوكي، السان سكرين اللي هو دايما أنا بقول ضروري، ترطيب البشرة كل الوقت، في الموارد أو التونر أو whatever، دايما كل ما نقاعدين كل نص ساعة ساعة إذا منحس نشف بدنا نضلنا نزيد السان سكرين على بشرتنا وعلى رقبتنا أكيد نمدها، ونشرب ماء قد ما فينا، سوائل قد ما فينا، جوسز، أورنج جوس، كاروت جوس، هذا كله بيساعد. بيساعد على البرونزاج كمان. بيساعد إيه، لأنه الكاروت بيتا كاروت يعني أكيد أكيد صح لون. صح إيه أكيد كله بيساعد. وعندي معلومة وهي شيء كتير موجود عنا بالمطبخ، التومات البندورة. إذا منأكل كتير بندورة
بترد عنا، بتحمينا من الحرق تبع الشمس. شفتي انا ليه ما بحترق؟ بتاكلي بندوره؟ انا عكسك. لا ترو ترو مضبوطه، اللي بياكل بندوره ما بتحترق بشرته. طب اذا بدنا نركز شوي على الاطعمه يلي كمان ممكن تعطينا نضاره وتخلي البو تبعيتنا ما تطقطق، يعني اذا كنا عم نتعرض للشمس. اذا كنا عم نتعرض للشمس، اول شيء جانك فود ما لازم ناكل اكيد، لا برجر ولا 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 ولا. بدنا ناخذ سلطه. عم تمنعونا عن كل شيء طيب، دايتيشن، بيرسونال ترينر. ابدا ابدا ما بدك تضلك هيلثي ولايف ستايل تبعك وتضل عندك هيدي الطريقه الحلوه. باسم الشعب يعني. باسم الشعب. باسم الشعب. قلنا شوية مرة بتقطع يعني، مرة بتقطع بس مش ديلي، لأنه الديلي حتكون عم تأذي حالك. فيك تاخدي الستيك، فيك تاخدي ستيك انت على البحر، فيك تاخدي تشيكن. بس عم نحكي الاشياء الهيلثي مع سلاد يعني. أوكي. ما بتاخدي فريت هول الخبار مع جوز. في اوقات على البحر بتخافي من التسمم، خلينا نحكي الواقع. الستيك والتشيكن بتخافي من التسمم. انا عم بحكي جريلد، ما عم بحكي مع صوص. لو جريلد يعني بتخافي، فبنروح نحن للسيف، بنقول مثلا بطاطا مقليه سيف، بطاطا مقليه، سندويشات مثل الحلوم اللبنه سيف أكتر، كل هول. بس اللبنة ممكن تضرك كمان بالشمس، ممكن ما تفيدك. مزبوط. لأنه ممكن هاي تعمل ضرورة لحموضة تبعها، تعملك ضرورة. لا رح كمان رح تتعبي ورح ما هيك بنروح لشوي للفاست فود، بنحسه سيف أكتر على البحر. يعني أنا ما بحبزه، أنا ما بحبزه. فيك تاخدي بطيخ، فيك تاخدي فواكه وخضرة كل الوقت، وفيك وبس روحي على البيت يعني، هيدا الماكسيموم تعمل الهيلثي فود تبعي 100%. طيب خلينا نحكي عن البشرة، نرجع. أوكي. اهتمينا بالوجه، بالجسم، شو لازم نحط وشو لازم ما نحط؟ دائما الكولاجين هو اكيد الاساس للجلو تبع البشره، نضاره البشره. في شيء اسمه كولاجين كلنا بنعرف، كولاجين هو البروتين تبع الوجه ليكون عندنا هيدا الخدود والطله وال دائما في شيء انا بقول في شيء اسمه ريتينويد. ريتينويد ضروري نستعمله. ريتينول سي، ريتينويد مش ريتينول. والفيتامين سي هول من الضروريات، نضلنا لو صيفا شتاء عم نستعملهم. في بيلز هلا قلت انا اذا ما فينا نمشي بالروتين اليومي، في بيلز بناخذهم كل يوم على مده معينه. هذا الشيء كمان بيرجع بيعطينا نضاره وبجدد لنا الخلايا. وفي دراسات هلا كمان زياده الليتست هيدي النبيت الاحمر بجدد الخلايا وبجدد خلايا القلب كمان تلقائيا. ايه بس هو هلا بالدرجه الاولى بجدد خلايا البشره، بيرجع بيعطيها هذا الجلو. اوكي. ناريمان قال بتختلف الشروط بين العشرينات والاربعينات، بس لنعرف بكل مرحله كيف نغير بالروتين. بالاربعين لتبين 30 ضروري نكون عم نستعمل الريتينويد والفيتامين سي، ضروري. اوكي. لانه هو بيخلوا عندك يوسفول سكين، شباب بترجع شباب يعني. لو عمرك 40 بتعطي 30، من هيك انا دائما بشدد الريتينويد فيتامين سي، هو لازم دائما يكون عندنا اياهم. اوكي. وبالغزالات في لزوم يعني نكون عم نتبع كمان روتين يومي، او نحن بنكون فريش اوريدي؟ لا لا اكيد روتين اليومي ما فيك توقفي، ما فيك تلغيه طبعا، لانه بدك تنظفي بشرتك من ورا الميك اب، بدك تنظفي بشرتك من ورا تلوث الجو. هول ضروريات كل يوم كل يوم كل يوم. كرمالك ما فينا نلغيهم، تنظيف البشره. هلا من المراهقه بلشوا يحطوا كل شيء. صح صح، لانه كمان سن المراهقه عم يعملوا من ورا المشاكل الاكناء. هلا اكثر شيء عم نشوفه عند المراهقين، كلهم عندهم مشاكل بالاكناء، شيء اللي عنده بانوار، شيء اللي عنده بان بلون، شيء اللي عم بيعمل روجور بالبشره يعني حرام. صح حرام، عندهم مشاكل كثيره، يمكن في منهم بيلجأوا لديرماتولوجيس يعني حدا مختص، وفي ناس بيلجأوا لمختصين بالبشره بيعالجوا لهم اياها عبر الماسكات. صح. عبر قصص كثيره. بدي اعرف منك كمان ناريمان، ذكرتي انه لازم بعمرنا هلا لنقول نستعمل فيتامين سي ضروري. صح. والريتينول، لانه فيتامين سي انتي اوكسيدون، هذا من ضروري. بس بدي اعرف منك، عم نحكي فيتامين سي الدروبس العادة اللي الدروبس بالصيف ما فينا نستعمله. اكزاكتلي. ايه من هيك فينا نروح للبيلز او الاشياء اللي بناخذها. بس فينا نحط يعني فيتامين سي بالليل.
بالليل قبل ما ننام. الريتينويد، روحي للريتينول ريتينويد. اوكي. بالليل وثلاث مرات بالاسبوع. اوكي، طب السيروم السيروم فيك ديلي تستعمليه على بشرتك، لانه هو اللي عم بجدد لك الخلايا وعم بيرمم لك بشرتك مثل الايالورونيك اسيد. ما نحن اليوم اذا بدنا نروح نعمل فيلر عم نعمل فيلر ايالورونيك اسيد، سو انت هذا عم تعمليه ديلي روتين. كيف نفرق بين الروتين النهار وروتين الليل ناريمان؟ كثير منهم ما بيعرفوا شو اللي مفروض يستعمل بالنهار وشو اللي بالليل. في مثلا قلت السيروم بالنهار انا بحطه بالليل لانه بحس انه انا ونايمه البشره عم تمتص اكثر. إيه؟ في كريم لليل للبشره تمتصه خصوصي لليل. كيف نعرف؟ هو لما بتروح عند درماتولوج او على الفارماسي هن بيقولوا لك هذا لليل هذا للنهار. بس قصدي كل شيء كريمي او كل شيء فيه زيت فينا بالليل وبالنهار. اوكي. ما في في تريتمون بالليل بتمشي عليه، في تريتمون بالنهار بتمشي عليه. يالورونيك اسيد فيك تستعمليه قبل ما تطلعي من البيت، لانه وفيك عشيه اذا طالع عندك مشوار منصفي بشرتك كمان فيك تحطيه، لانه كمان حيعطي جلو للبشره. بتحسي حالك اذا حطيتيه بالليل للهيدرونيك اسيد بتحسي انه امتى خدودك بيعبي خدود. بيعبي خدود. بتحسي رجعت الحياه لبشرتك. صح. ناريمان، شو اللي لازم نبتعد عنه بالعناية بالبشرة؟ شو اللي لازم نركز عليه كتير بالعناية بالبشرة؟ لكن هلأ الغسول اليومي أهم شيء للي عنده بشرة حساسة، ما نستعمل اللي بنشف البشرة، يعني خاصة اللي عنده البشرة الناشفة. هيدي الديلي أنه عم بغسله بالكريم الوش، بطلنا نعرف نحكي. ايه. بالديلي ووش تبع الفيس في شيء للسنسيتيف سكين، غسول اليوم في شيء للسنسيتيف سكين على طول بقوله انا. في منهم ما فينا نستعملهم للي عنده الرجي كل يوم كل يوم كل يوم، لانه هيدا رح يودينا كمان لمشاكل للاكني لقدام. رح نقول ليش شو صار معنا باي عمر اللي كان. بأي عمر اللي كان ما فينا ديلي بدنا نعرف شو عم نشتري، بدنا نعرف شو عم نستعمل. ما بقول أنا اليوم في براندات محددة بدنا نشتريها، لا، في براندات معقولة وفي براندات كل بس لا، بدنا ننتبه لهيدي النقطة، لأنه هيدا الشيء بالصيف ممكن يأذينا بشرتنا. فيتامين سي قلت ما فينا نستعمله، لأنه كمان ما بيسوى منعمل تاش وكلف. غير هيك لا، كريم تونر كله ما منوقفه. طيب، أهمية النوم ناريمان وأهمية ممارسة الرياضة لحتى الواحد كمان ينعكس هيدا الشيء بطريقة إيجابية، وأهمية الابتعاد إذا بدك من الستريس. أكيد ستريس. مع العلم أنه يمكن في ناس عندها أنه إيريديتير هالات سوداء حول العيون وهول الأشياء اللي ما في شيء بيساعدها، لأنه الهالات السوداء حول العيون هي إيريديتير أكثر كمان. صحيح. بيبقى عندهم كمان مشاكل، هي شو الهالات السوداء؟ دورة دموية ما بتكون تمشي. دورة دموية ما بتكون تمشي لو شو ما عملنا لها تريتمون. صحيح. هيدي هي، يعني اليوم ما حدا في يقول أنا بشيلهم، ما حدا بيقدر يشيلهم. فينا نخففهم، يمكن نفتحهم. بيخفوا بيتفتحوا بس بيرجعوا ببينوا، بدك تضلك عم تعملي لهم تريتمون على طول. كرمال هيك في دايما الكونتور ديزيو الماسك ديزيو، هو دايما لازم نستعمله. تأثيري وانفتحت عن الماسكات. ايه. والكونتور ديزيو. ايه. وكل هالقصص بايام الصيفيه، هل الماسك بيختلف عن ايام الشتويه؟ لا. ان كان للوجه او ان كان تحت العيون. لا لا لا، ترطيب البشره والماسكات هي ذاتها، بتضلك عم تستعمليها لتحافظي على بشرتك ولو مره بالاسبوع. ايه. هلا صار في اكسبرس ماكس، انا بحبه كثير، هذا اللي بتحطيه على وجهك بتصيري مثل البربره. كثير منيح. كثير منيح. كثير منيح، لانه بفوت لك كل الفيتامينز على وجهك. هلا حتى في ماشينز عم نشتغل فيها الميزوثيرابي، بتقشري البشره، بتشيل الداد سيلز. كثير كثير هلا تطورنا. اوكي. ايه لا، كله مفيد، لانه عم نفوت لك الفيتامين دايركتلي على وجهك بقلب. مزبوط. ايه. كل قد ايه نعمل ماسكات بالبيت ناريمان؟ لكن مره بالاسبوع منيحه اذا بتقدر. مره بالاسبوع. ايه. كثير. كل قد ايه نعمل سكراب للوجه؟ بالصيف ما كتير بحبز، مرة بالأسبوع كمان. مرة بالأسبوع ما بفضل كتير بالصيف، لأنه حتى ما يصير في عنا نشاف بالبشرة. فينا نعمل سكراب للجسم بما أنه عم ننزل. أكيد. على البحر. أكيد. بس لحظة دايما منعت الهم، تشمسنا سكراب يعني رحلة برونزاج؟ أبدا، بتعمل سكراب قبل ما تنزلي على البحر. لأنه بس تعمل السكراب قبل ما تنزلي على البحر بتاخدي لون أحلى من لما تعملي بعدين. هيدي معلومة جديدة. كتار بيعتبروا ناريمان أنه كل شيء فيه أسيد بالماسكات مثل الحامض
الغامض مثل اللبن هول كثير ما لازم نستعملهم بالصيف. اكزاكتلي صح، لانه كل شيء اسيد بيحرق لنا بشرتنا بالصيف. اوكي بس منيح بالشتاء اكيد، وما بنعمل يعني سوري الحامض عاده بنقول كثير منيح فيتامين سي وبيبيض وبفتح وبيشيل التاش والكلف، وهول بالصيف ممنوع تعمل الحامض لانه الحامض اذا بيعملوه بصير عندهم رجال بصير عندهم الرجي وحساسيه قويه بتصير. اوكي بدي امشي معك شوي عناية بالشعر على البحر لأنه كلنا منفكر فيها، منجيب الماسك منحطه منعلي هالكعكة وبنرجع منروح على البيت شو منلاقي شعرنا طقطق. صح ليه؟ لأنه ما أنت عم تحطي هالزيت وعم تتركيه بهالشمس. مزبوط. إيه لا بدك تضلك عم بترطبيه. كيف؟ ما بدك بس تحطيه وخلص، بدك تضلك كل الوقت، كل يعني اعتبري كل ساعة، ما رح أقلك كل الوقت. أوكي. بس براي حطي هالزيت اللي عم تنقعي شعرك فيه، ضلك رطبه ومشطيه ليرجع يشرب بشرتك لما يطقطي. بدي خبرك قصة صارت معنا أنا وتمار وحبيبها على البحر، قررنا نحط الزيوت على البحر ثلاثتنا، بقينا كل وحدة منا عملت 10 شامبوانات لراح الزيت. لراح الزيت. لأنه أنتوا حطيتوه كمان على السكالب بيكون على ال كرمال هيك. نحن هو لا بدك تحطيه من هون على الأطراف لما يطقطق، لأنه نحن دائما عندنا مشكلة الأطراف. بس في شغلة بدي ألفت نظرها، دائما نحن عندنا هذا الفرق، في ناس عندهم عندهم هون كتير حساسة بتكون السكالب، هيدا اللي عنده بشرة حساسة أو السكالب عنده حساسة في يحط عليها سانسكرين كمان ليحميها. مزبوط. لأنه دايما هون بتحسي في ناس عندها هيدا الفرق الأبيض هالقد قوي بدو يحطوا سانسكرين عليها ليحموها. هو أساسا قد لازم نلبس كاسكات حتى تحت الشمس لحتى نحمي؟ لكن أنا شخصيا ما بحب الكاسكات تحت الشمس، بحب يضل شعري وهيك. إيه أنه في ناس ما بتحب بس هي إيه بتحمي. مش يعني غلط. حتى البشرة عم نحكي لأنه بترد لحاله بترد الهب، بس أنت أوريدي عم تتعرض للهب بس عم تحمي حالك من الشمس دايركت على وجهك. لكل الستات اللي بشوفهم على البحر وبيستفزوني كتير لأنه بحطوا الأكران طبقات هالقد أبيض وبيصيروا يسمكوا على أساس أنه هي عم تحمي بشرتها. في بعض الناس بيقولوا هذا الشيء منه صحيح، نحن بس منحط الأكران ومنفركوا عادي بتبين بشرتنا ومنكون محميين. بس هيدا هو صح. منك شو الحقيقة؟ بس هيدا هو صح. منك عم بقلك كل ساعة كل نص ساعة حطي أكران إذا ما بدك تسمكي، ما بدك تبيني عندك هذا الوجه الأبيض الماسك حاطتيه كل شوي اكرون تنتي. ما عندنا مشكله اليوم في اكرون تنتي، مدي على وجهي كل ساعه مدي جاي حطي من اول وجديد لحتى تضلك حامي بشرتك. ناري ما مش انت قلتي لنا هذيك المره انه السان سكرين تبع الاولاد بيكون ووتر بروف، هو اساسا ما فينا نحطه مره بس فينا نستعمله للاولاد بس هيدا مره بنحطه مره واحده. صح. ما بحسب اي سان سكرين عم تشتري واي براند. لا ما فيك مش كلهم بدك تطلع عليهم قديش الـ SPF فيهم. اوكي للولاد 50 بلس خلينا نقول نكون حاميين نحن بده يكون وجههم اكيد. اليوم السان سكرين في بعض منهم ناريمان بيعملوا كثير من حب الشباب، ليش شو السبب؟ لا بيكون هن من نوعيه اكلهم في اكل لانه هو بيعملوا مخصص السان سكرين، يا عندهم بشره حساسه ما جابوا سان سكرين الصح يستعملوا. اوكي مخصص السان سكرين هن عندهم بو سنسيب من الحراره ممكن يعملوا حساسيه يطلع لهم حبوب من ميت الكلور من الاكل اللي اكلوه ممكن يعملوا سايد افكت، هيدي مخصص السان سكرين. والكلف والتصبغات كمان من الشمس صح؟ كله بيصير ايه اكيد من الشمس لانه ما انت ما هيدي عم نرجع لنفس النقطه اللي ما عم بيحمي بشرته اليوم عم بيوصل لنتيجه عنده كلف للتشات النمش. بس ناريمان مش دغري عم بيبينوا يعني كتار من الأشخاص مش بس آخر الصيف يعني بيتعرضوا للشمس لعدة سنين فجأة بتلاقي بشرتهم قشطت لأنه ما اهتموا كل هالسنين تركوا ما اهتموا ببشرتهم، بدها يوصل لوقت بدها تبين قد ما كانت بشرتك شادة ومنيحة وبدك توصلي لمطرح بده يبين التعب عليها. هيدا اسمه it's payback time. It's payback time يعني انه عم ندفع الثمن. عم تدفع الثمن later 100%. كرمال هيك انا دايما بشدد عليها الشيخوخة فجأة. صح. يعني كرمال هيك انا بشدد صبية على 45-50 بتلاقيها ترهلت وبتلاقي بشرتها كتير ترهلت. صح. كيف ممكن نحمي حالنا من الشيخوخة؟ في كتير يعني غير انه البوتوكس والفيلر غير البوتوكس والفيلر عم بقول لك الريتينويد الفيتامين سي اليوم في اللايف ستايل الاكل تبعنا
كثير بيأثر، كثير كثير بيأثر. اليوم حاعطيكي معلومة، البنان هيدي هيدي دائما انا بعطي تبس من قلب البيت، بنان قد بناكلها للبنان، فيها كالسيوم، فيها فيتامين ا، فيها فيتامين ا، بوتاسيوم، مغنيسيوم، كل هول. انت بتعرفي قشرة البنان شو فيها؟ بتعرفي قشرة البنان اذا طلعت لك حبة وعاملة روجور وهيك انه بتطفي لك اياها بيومين بتروح لك كل شيء حبوب، لانه فيها كمان البسيس، البيدوز، الامينو اسيدز، البوتاسيوم، الماء، كل هول. تخيلي هيدي عن دراسه انا، يعني انا بقرا كثير، لانه البنان اذا هي البنان بحد ذاتها اذا بالقشره فيها هول وبالموزه، البنان هي بحد ذاتها اذا بتغليها بتقصها تورفها بتغليها بتشربي ميتها، هيدي محارب للشيخوخه 100%. اذا بتشربي التي تبعها أيه. يعني قصدك البنان بتقصي توارفها بتغليها مثل ما هي مع القشرة، خليها تغلي تغلي، يعني كل هالفيتامينات عم تاكليها بالموزة وبالقشرة معباية فيها، انت عم تغليها عم تاخدي كل هالفيتامينز اللي فيها عم تشربيهم عم تفوتيهم على جسمي. انا بعد ما عم بيعكس على الوجه كيف ستي ما كانت تعمل شيء من هول وبعدها مشدودة وكهيك كانت أيه. لانه لقلك ليه؟ لانه كانت تاكل حمص، البينز، هول كلهم، لانه كله كله طب ما بناكلهم لانه ما بناكلهم مثل ما كانوا ياكلون هن الهلس اللي هن يعملوهم هن عم نشتي انت طالعتي ايه لانه فرقت فرقت حياتنا عن حياتنا. نريمان وزان بدنا نشكر وجودك معنا مثل العاده، اكيد استفدنا وتعلمنا كثير، بيبقى انه نطبق الاشياء وشرفتينا. ميرسي طمال، ميرسي، ثانك يو على هالتبس يا نريمان، كثير انبسطنا فيك اليوم. ميرسي وانا كمان.